التوية. لا شي بشكون التوية كريمة غانم رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية. هذه المقابلة الودية اللي كينظمها المركز بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي ومقاطعة الفداء والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير جمعية شباب من أجل الشباب وغيرها من الشركاء اللي انخرطوا معنا في واحد البرنامج اللي كيهدف إلى تشجيع ثقافة المساواة خصوصا في الرياضة. اليوم الشعار ديالنا هو تشجيع مواطن ومسؤول بدون عنف بدون تمييز. هذه المقابله هي من اول المقابلات اللي كنظموها اللي غتقابل يعني طلبه من المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير سواء فتيات او فتيان مع قدماء لاعبي كره القدم للانديه الرجاء والوداد. هنا كنحاولوا ما امكن ان يكون هذاك التلاقح ما بين الاجيال والتعاون ويكون القدماء اللاعبين كقدوه لهذا الجيل اللي محب لكره القدم. فبالتالي عندنا اليوم واحد البرنامج تكريمي للاعبي كره القدم مثل السيد سعيد الزموري، الحاج البنيني، ناديه مقدي اللي هي كانت اول عميده المنتخب الوطني النسوي. فبالتالي اليوم احنا عندنا واحد ثقافه الاعتراف بهاد الناس اللي عطاو الكره المغربيه الكثير وعندنا احنا الشباب اللي غادي يتعلموا منهم كقدوه. عندنا تعاون ايضا مع جمعيات محبين ومشجعي كره القدم اللي غنقوموا مع واحد البرنامج ديال تكوين المكونين من اجل تاطير تشجيع، خصوصا ان اليوم المغرب كيحتضن تظاهرات كبرى واليوم عندنا استعداد لاحتضان كاس افريقيا للامم. فبالتالي بغينا اليوم الفتيات والنساء يمشيوا للملاعب بلا عنف بلا تمييز بلا تحرش بلا عنف لفظي، يكون عندهم واحد البيئه امنه ما يمشيو يشجعوا الفرق ونكونوا في الموعد باش نعززوا الدبلوماسيه الكرويه اللي كنطمحوا لها. استاتي جوا عبد الهادي ملتيا هشام روك معطي اخوانكم كلكم مرحبا بكم معطي ومن يعرفه.